الثوره كانت ضروري تقوم في هذا التوقيت بالذات، لا قبل ولا بعد. ليه ده كان ضروري انها تقوم في هذا التوقيت بالذات، وماذا لو لم تقم الثوره اصلا؟ بصي، ده بلاش حكايه لو لم تقم، يعني خلينا نتخيل كده كريم، ممكن يعني كان حب فاروق احمد فؤاد بيحكم دلوقتي خيالة الاديب تمام والروائي. بصي، لو شفنا الثروه المصريه في 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 ذلك الوقت، كان فيه 99.5% بياخدوا 50% من عائد الثروة المصرية، وخمسة من 10% يعني 0.5% بياخدوا 50% التانيين. فدي درجة اختلال اجتماعي لا يمكن كانت تستمر، انه خمسة ان 0.5% بياخدوا نص الدخل، وخمسة وتسعة وتسعين ونص في المية بياخدوا النص الآخر. يعني كانت درجة الطبقات الرتب اللي كانت بتتباع، الفساد المخيف. يكفي عودة جيشنا مهزوما من فلسطين، اللي هو كان آخر بروفة قبل ثورة يوليو. وانت عارفة الفكرة اختمرت في فلسطين أساسا، في حرب فلسطين، والتخطيط تم في حرب فلسطين. يكفي أن حاكم مصر لم يكن مصريا، يعني فاروق لم يكن مصريا. مهما نقول، محمد علي حاول يعمل نهضة عظيمة في القرن 19، لكن حاول يعملها لأسرته. يعني إمبراطورية تتوارثها أسرته، ما كانش عامل حاجة للشعب المصري على عكس اللي عمله جمال عبد الناصر. استمرارهم في الحكم كان ضد المنطق وضد التاريخ وضد كل شيء، بدليل أن أبناء محمد علي وأحفاده تعايشوا مع الاستعمار البريطاني وحكموا في ظله. ولولا ثورة يوليو كان زمان الاستعمار البريطاني اللي انت ما قلتيش عليه كان ربما يكون موجود لغاية دلوقتي. طيب، يعني لا انا ما قلتش عليه لانه يعني بطبيعه الحال انا مش بنتقدك، مهم. يعني لا انا قصدي اقول انه لما حضرتك بتذكر على نقطه الفساد اللي كان مستشري، يعني نقطه الخلل الاجتماعي في توزيع الدخل على المواطنين، طب ما احنا بنرجع له تاني يا استاذ يوسف. الخلل فين؟ ليه طول الوقت والطبقة الحاكمة كان يراودها حلم مصر الجديدة؟ هكون حسنة النية وأقول أنه معظم الطبقة الحاكمة كانت كده في التاريخ المصري من أول محمد علي لحد دلوقتي. لماذا لم يتحقق هذا الحلم؟ لا تحقق في 18 سنة بتوع يوليو الحقيقية اللي هي تنتهي برحيل عبد الناصر في سبتمبر سنة 70. تحقق يعني كان فيه على الأقل عدل اجتماعي، كان فيه فقراء ابتدوا يشعروا بالكيان الاجتماعي، كان فيه أراضي أخذت من أصحابها، مصانع أممت. لا كان فيه حلم حقيقي. ومش هقولك اسمها أغاني عبد الحليم حافظ، إنما نرجع لمفردات الواقع اليومية. لا كان فيه مناخ حقيقي لو استمر بس ما كانش، لو لم يتم بس الانقلاب بس عليه. بس كان في هزيمه كبيره من اسرائيل في 67، ما كانش في ديمقراطيه، ما كانش في حقوق انسان، ما كانتش هزيمه ولا على فكره، حريه. لا كانت نكسه، ما كانتش هزيمه، بدليل انه من رحم انا اقصد هذا النكسة. المناخ حضرتك بتتحدث عنه، يعني هذا المناخ كان المفروض يستمر بغياب الديمقراطيه، عارفة الهزيمة بغياب يعني الحريه. انت عارفه هزيمه الاراده، انما حرب الاستنزاف، مظاهرات المطالبه بضرورة استمرار الحرب، المظاهرات اللي اتعملت في جنازة عبد المنعم رياض في ميدان التحرير وقفلت الميدان لمدة ساعات كاملة، أو العزاء بتاع عبد المنعم رياض ده كان سنة 68، يعني بعد الكارثة بسنة. ولما وقف جمال عبد الناصر ياخد العزاء في صوان جنب عمر مكرم، والجماهير يعني لا بالعكس، كان في رفض حقيقي لفكرة الهزيمة. يعني المصريين هزموا الهزيمة في اليوم التالي لها، والهزيمة لم تتمكن من هزيمة روح الشعب المصري، بالعكس. لسنوات جت بعد كده كتير قوي انا بفتقد المناخ اللي جاي بعد 67 في مصر. يعني بفتقده، لان كان في تصميم وكان في رغبه حقيقيه في بناء البلد، وكان في رغبه حقيقيه في الانتقام وفي الثار وفي تحرير كامل التراب الوطني. انا عايز اقول لك، يوم جنازه عبد المنعم رياض انا كنت وحدتي العسكريه في غمره في القاهرة، كنت مجند في الجيش، وشفت جمال عبد الناصر مروح بعد الجنازة راكب عربية سودة ومنور صالون العربية ومعاه ورق بيقرا فيه، ومعاه ورق بيقرا فيه على النور بتاع العربية. أقسم بالله لا كان في حراسة قبله ولا بعده ولا على يمينه ولا على شماله،
وفي جنازة عبد المنعم رياض نهارا كان موجود جمال عبد الناصر دون أي إجراءات. كل مواطن مصري وصل إلى الصوان اللي كان بياخد فيه عزاء عبد المنعم رياض، وكان على رأس طابور العزاء جمال عبد الناصر، كل مواطن مصري دخل دون أي إجراءات على الإطلاق.